السراج يدعو رئاسة مجلس الدولة إلى كسر الجمود السياسي والانفتاح على كل الأطراف. الخارجية الجزائرية تؤكد ضرورة المصالحة في ليبيا وتجدد التزامها بهذا المبدأ. ومكتب النائب العام يكلف لجنة من الأطباء لتحديد سبب وفاة أطفال الشرشاري. طابت أوقاتكم مشاهدين، أهلا بكم في نشرة الثالثة نقدمها لكم من قناة ليبيا بانوراما. رحب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالعملية الانتخابية التي أجريت الأحد بانتخاب رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة. ونقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك دعوة السراج الرئيس المنتخب خالد المشري إلى تكثيف الجهود لكسر حالة الجمود السياسي والانفتاح على كل الأطراف والمساهمة الفاعلة في تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية. رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالعملية الديمقراطية التي جرت بالأمس بانتخاب رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة، ويتمنى لها التوفيق والسداد، ويدعوها إلى تكثيف جهودها لكسر حالة الجمود السياسي والانفتاح على الأطراف كافة والمساهمة الفعالة في تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية. هذا كان قد انتخب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في المرحلة الثانية من انتخابات رئيس المجلس التي عقدت في جلسة الأحد، وحصل المشري على 64 صوتا من أصل 115 صوتا، كما انتخب ناجي مختار نائبا أول، إضافة إلى انتخاب فوزي عقاب لمنصب النائب الثاني. خلال العامين الماضيين وعلى الدروس المستفادة في العمل الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة وعدم التمسك بالكراسي والمناصب وإنما التمسك بخدمة الوطن، كما أشكر أخواني الذين منحوني وزملائي هذه الثقة وحملونا هذه الأمانة، وهي بلا شك أمانة عظيمة وثقل كبير. لا نستطيع المكتب الرئاسي لوحدنا أن نقوم بهذه المهام إلا بالتعاضد معكم وبأن تكونوا عونا لنا في حمل هذا الحمل الثقيل، حتى يمكننا معا أن نكمل المسيرة التي بدأناها، وهي الوصول إلى مرحلة استقرار نهائية وانتهاء المراحل الانتقالية التي مر بها الوطن. وأضاف المشري قائلا إن جهوده عقب تسلمه رئاسة المجلس ستركز على الخروج من الأزمة السياسية عبر تفعيل الاتفاق السياسي. وكشف المشري في تصريح خاص لقناة ليبيا بانوراما أنه سيتواصل مباشرة مع مجلس النواب لمعالجة الانسداد السياسي، إضافة إلى لقاء الأطراف السياسية والاجتماعية والعسكرية الأخرى، مؤكدا ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والمضي إلى مرحلة دستورية دائمة. الليبيين مددنا أيدينا جميعا إلى بعضنا البعض وسرنا في هذا الطريق، بعون الله سنحل مشاكلنا. وبهذه المناسبة أتمنى من بعثة الأمم المتحدة أن تمارس ما عملها الحقيقي، وهو محاولة الوصول الأطراف الليبية جميعا إلى حل سياسي ينقذ البلد، يوحد المؤسسات. أيدينا ممدودة للجميع، سنبدأ تواصلاتنا السريعة، وأعتقد أن سنقوم بزيارات عاجلة وسريعة لكل المدن الليبية ولكل الأطراف السياسية الليبية وغير السياسية أيضا، الفعاليات الاجتماعية، الأطراف العسكرية، كل ذلك لمحاولة لم صفنا، وأيضا التواصل مع البرلمان بسرعة لمحاولة فك هذا الانسداد. نحن نعتقد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، وسأعمل جهدي أنا وزملائي الذين سيتم انتخابهم بعد قليل أن نحاول أن نخرج من هذه المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دائمة، إلى مرحلة دستورية، إلى انتخابات دستورية دائمة.
في حين اعتبرت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين أن أعضاء المجلس تمكنوا من تطبيق ديمقراطية في انتخاب الرئاسة، مشيرة إلى أن هذا يعد نجاحا بالنسبة إليهم. وأشادت شرف الدين في تصريح خاص لقناة ليبيا بانوراما بجهود الرئيس السابق عبد الرحمن السويحلي داعية الرئاسة الجديدة إلى استكمال بذل الجهود نحو تطبيق الاتفاق السياسي. يعتبر هذا نجاح بصفة عامة لينا كأعضاء، فإن استطعنا أن نطبق الديمقراطية داخل المجلس الأعلى للدولة في ظروف هادئة وأمن عادي طبيعي زي أي جلسة، ما فيش أي ضغوطات، ما فيش أي تدخلات. فنعتبر هذا نجاح لمجلس الدولة. لا ننفي ولا ننكر مجهودات الدكتور عبد الرحمن السويحلي التي قام بها من خلال السنتين الماضية، فكونه أنه هو استلم رئاسة المجلس في ظروف أصعب. نأمل من الرئاسة الجديدة أنها هي تنطلق به وتستكمل مسيرة الدكتور عبد الرحمن السويحلي وتحقيق توافق أكثر ما بين مؤسسات الدولة وتطبيق الاتفاق السياسي. من جانب آخر، قال رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى موسى فرج إن تغير مكتب رئاسة المجلس من شأنه أن يتيح فرصة العمل بروح جديدة والانطلاق نحو مزيد من التعاون مع كل الأطراف، مضيفا في تصريح خاص لقناة ليبيا بانوراما أن المنتخبين ليسوا مثقلين بانتقادات ضخها الأعلام ضد السياسيين، مؤكدا ضرورة ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة. تغيير مكتب الرئاسة من شأنه أن يتيح فرصة للعمل بروح جديدة والانطلاق نحو مزيد من التعاون مع كافة الأطراف. السادة اللي هم تم انتخابهم اليوم على الأقل يبدأوا بداية، يعني ليسوا مثقلين بكثير من الانتقادات التي ضخها الإعلام يعني في كثير من المناسبات ضد كل السياسيين وكل الوجوه التي تعمل في المجال العام في ليبيا. فعندما يتم انتخاب مجلس جديد أو مؤسسة جديدة عندهم فرصة أنهم يبدأوا بداية تستفيد من التجربة السابقة وتنطلق للأمام بشكل واضح، وأهم شيء هو ترسيخ هذا المبدأ، مبدأ التداول السلمي على السلطة. قال وزير خارجية الجزائري عبد القادر مساهل خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة في ليبيا محمد الهوش السبت في الجزائر إن المصالحة ضرورة في ليبيا، موضحا أن التجربة الجزائرية في المصالحة أصبحت مطلوبة في عدة دول من بينها ليبيا ومالي. وأكد مساهل التزام بلاده بهذا المبدأ لأن الحوار والمصالحة أفضل وسيلة لحل أي نزاع. رؤية واضحة وشاملة لحل مشكلة ليبيا بإذن الله، والجزائر طبعا من الدول الداعمة في هذا الاتجاه بكل قوة لما لها من تجربة سابقة في هذا المجال، ونحن ننتهز هذه الفرصة بوجودنا هنا لتقديم بإذن الله ورقة عمل في ورشة العمل التصالحي لضد الإرهاب والتطرف بإذن الله، حيكون فيه رؤية شاملة لحل مشكلة ليبيا بإذن الله في مجال تسلمت ليبيا رئاسة مؤتمر العمل العربي في دورته 45 المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة التي ستستمر حتى 15 من إبريل الجاري. بحث المؤتمر الذي مثل فيه ليبيا وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين إنجازات المنظمة وأنشطتها خلال عام 2017 وعدة موضوعات أخرى. تنعكس هذه الأزمات بشكل فعلي على توفير فرص العمل وتطوير تشريعات العمل وتراجع الحقوق المكتسبة، مما يؤدي إلى تنامي الاقتصادات الهشة غير القادرة على خلق سوق عمل صلبة. هذا الواقع يحتم علينا تضافر الجهود والعمل معا من أجل وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية مشتركة، وهو ما يؤكد عليه مؤتمرنا هذا باعتباره أكبر منبر للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة
حكومات أصحاب أعمال عمال. دعت حركة عدم الانحياز في ختام مؤتمرها 18 بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي إلى مساعدة الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق السياسي بشكل كامل. الحركة طالبت في بيانها الختامي لأعمال المؤتمر الذي عقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو بمشاركة وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة بتقديم الدعم الكامل للسلطات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وذلك للعمل بشكل توافقي لإنهاء الانقسام وضمان استقرار ليبيا وتوفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي، داعية جميع الدول إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا. كلف مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام لجنة من الأطباء الشرعيين في طرابلس لتحديد سبب وفاة أطفال الشرشاري بعد الاطلاع على جثامينهم. مدير المكتب صديق السور قال الأحد إن نتائج التشريح تستغرق عدة أيام، موضحا في تصريح صحفي أن الطبيب الشرعي الذي انتقل صحبة النيابة والشرطة إلى مكان إخفاء الجثث كان للكشف المبدئي فحسب، مشيرا إلى أن المعلومات حاليا غير متاحة للنشر. حرصا على سير قضية، وتعهد السور بإعلان آخر المستجدات عن القضية فور اكتمال نتائج التحقيق. بعد مرار البحث والانتظار لنحو 3 سنوات، محمد وعبد الحميد وذهب الشرشاري في ذمة الله. خبر حملته التحقيقات ففجع به الوالد وأحزن قلب الوالدة المكلومة. فاجعة اغتيال الطفولة هزت الشارع الليبي وقضت مضاجع من تبقى في قلوبهم بعض من إنسانية، ليتساءل أصحاب الفطر السليمة عن جريمة السقوط الأخلاقي لقاتل أبناء الشرشاري. هل ألقى النظر في عيونهم وهو ينفذ جرمه، أم أن غشاوة حب المال الحرام لم تمنعه من سفك دماء المعصومين؟ رسميا مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام كلف لجنة من الأطباء الشرعيين لتحديد سبب الوفاة، موضحا أن نتائج التشريح قد تستغرق عدة أيام أخر. رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قدم التعازي إلى أسرة الشرشاري، مؤكدا إصداره التعليمات بمباشرة التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للقضاء. المجلس الأعلى للدولة من جهته أدان الواقعة، مشيرا إلى أن الجريمة لن تمر من دون عقاب صارم وعاجل. أما رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان فقد طالب عبر صفحته الشخصية فيسبوك الجهات القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الحادثة. آلاف العيون بكت مقتل أبناء الشرشاري، والغول القاتل لم يحن وجفنه لم يرف، ولكن القصاص العادل حتما سيقضي به القضاء يوما. ختام الثالثة، وإليكم العناوين. السراج يدعو رئاسة مجلس الدولة إلى كسر الجمود السياسي والانفتاح على كل الأطراف. الخارجية الجزائرية تؤكد ضرورة المصالحة في ليبيا وتجدد التزامها بهذا المبدأ. مكتب النائب العام يكلف لجنة من الأطباء لتحديد سبب وفاة أطفال الشرشارية. أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.